الحقيقة الإنسان جدا يجب أن يهتم بالمقدسات الدينية. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه ما كان يتقدم على سيد في مكان، كان يقول هذا واحد من ذرية رسول الله، إكراما لرسول الله ما كان يتقدم على واحد. حتى نقل لي بعض الأصدقاء في يوم من الأيام كان سيد عمره 4 سنوات، فأراد أن يدخل في مجلس هو والشيخ عبد الزهرة. الشيخ عبد الزهرة قال له تفضل، يعني أنت تقدم عليه، طفل 4 سنوات. فالطفل ما يفهم هذه الأشياء، فوقف متحير يباع الشيخ عبد الزهرة يعني شنو. كان ينتظر الشيخ عبد الزهرة يروح بعدين هو يروح، الشيخ عبد الزهرة يقول له تفضل. ونقل لي بعض الإخوة أنه رأيته ذات مرة انحنى وقبل يد طفل من ذرية رسول الله إكراما لرسول الله.